وللمزيد مشاهدينا من المتابعة والقاء مزيد من الضوء على قمة بريكس ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد. دكتور محمود أرحب بك على شاشة القناة الأولى المصرية. يعني بعد التحية، ما الذي يمثله أو تمثله قمة بريكس مع الأخذ في الاعتبار أنها تمثل يعني 29% من الاقتصاد العالمي، 50% من عدد السكان، وأيضا تقريبا يصل إجمالي الناتج المحلي إلى 37%؟ هذه الأرقام ما الذي يعني تمثله للمشاهد أو المتابع؟ يعني خالص تحية فندم لحضرتك والمشاهدين الكرام. يمكن في ظل العالم يتأهب الآن إلى وضع اقتصادي وخريطة اقتصادية متعددة الأقطاب على خلاف ما كان منذ 89 ويعني سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية ووجود عالم أحادي القطبية يسيطر فيه الدولار. العالم الآن يعني بكل ما تحمل الكلمة يتأهب إلى الانتقال إلى عالم متعدد الأقطاب تحكمه قوتان أو أكثر من قوة بشكل متوازن. يمكن قمة البريكس زي ما حضرتك تفضلت ببعض المؤشرات الاقتصادية الخاصة بمدى مساهمتها في الإجمالي الناتج الإجمالي أو حتى نسبتها من مساحة السكان، مساحة العالمية أو حتى عدد السكان. بكل ما تحمل الكلمة من معنى هي قوة اقتصادية كبيرة جدا، يمكن بتفوق في حجم مساهمتها ما تساهم به مجموعة الدول السبع. هذه واحدة. الأمر الثاني، يمكن الساحة الدولية التي تشهد الآن صراعا ما بين القوى الغربية وقوة البريكس وهي القارة الإفريقية، أستطيع أن أقول أنه بانضمام الستة دول الحاليين لتكتل البريكس استطاعت البريكس أن تحرز أول أهدافها في مقابلة التوجه أو الطرف الغربي على الساحة الأفريقية اللي بتعد محط أنظار كافة دول العالم، خاصة مع يعني اعتبار القارة الإفريقية يعني مركزا للنفاذ نحو سوق واعد وموارد كثيرة سواء كانت موارد طبيعية أو موارد بشرية. ويمكن العالم الآن بينظر إلى الدولة المصرية باعتبارها الممر الآمن والرسمي والشرعي للنفاذ إلى القارة الإفريقية، خاصة أن مصر واحدة من أهم الدول التي يعول عليها لتنفيذ يعني مبادرة الحزام والطريق لممر أيضا لمنطقة التجارة الحرة القارية اللي بتعد أكبر منطقة تجارة حرة في تاريخ منظمة التجارة العالمية. كثير من التوقعات سواء فيما يتعلق بالآثار المترتبة على انضمام مصر سواء لتكتل البريكس أو حتى سواء بما يعود على صالح الاقتصاد المصري أو الجانب المصري اللي معدل حجم التبادل التجاري بينه وبين دول البريكس حتى ما قبل انضمام مصر وصل إلى يعني ما يعادل 30.2 مليار دولار وفقا للأرقام الخاصة بالعام 2022. نعم. انضمام الدولة المصرية إلى هذا التكتل حيعول عليه كثيرا سواء فيما يتعلق بحجم التبادل التجاري ما بين مصر والمجموعة بشكل عام أو ما بين مصر والدول التي تمثل البريكس بشكل فردي. نعم. هذه نقطة. يعني ما يعني يمكن تنبؤه خلال الفترات القادمة وهي الحديث عن عملة موحدة يمكن أن تزلزل عرش الدولار له آثار كبيرة جدا على المستوى العالمي، وهو تحول العالم من السيطرة وهيمنة الدولار باعتباره العملة الدولية الخاصة بالتبادل التجاري أو الخاصة بتجارة البترول إلى عالم متعدد الأقطاب، وبالتالي ده ما يخفض من فكرة الضغط الدولاري وفكرة وده مهم جدا يعني انعكاساته حتى على دولة زي مصر، لأنه بطبيعة الحال هيؤثر بشكل مباشر على سعر صرف العملة ومدى ارتباطها بالدولار والضغط الموجود على المطالبة بالدولار، فضلا طبعا على الزيادة المتوقعة سواء في حجم التبادل التجاري أو حتى في حجم الاستثمارات المتبادلة ما بين مصر ودول البريكس. أيضا يمكن حضور الأمين العام للأمم المتحدة في هذه القمة سيعطي بعض الدلالات، منها طبعا أن العالم بات معترفا إلى حد كبير بوجود قوة اقتصادية موازية للقوة الغربية، وبالتالي أصبح يعني هناك قناعة لدى العالم أننا سوف نتوجه إلى عالم متعدد الأقطاب، وهذا التنافس ما بين الغرب وما بين قوى أخرى
موازية ومساوية له، له آثاره الكبيرة الإيجابية على دول العالم على حد سواء. نعم، أنا أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد.